ومعنا عبر الهاتف الصحفي المتخصص في الإعلام الجديد الأستاذ وليد اللهواري. أستاذ وليد مرحبا بك. إذا هاشتاج تحت عنوان ثورة تاني من جديد، كيف تابعت إطلاقه وإلى أين وصل بين المغردين؟ بداية تحياتي ليك ولجمهورك الكريم. حياك الله. يعني ما أشبه اليوم بالبارحة، يبدو وبعد 8 سنوات من ثورة يناير الثورة بتعيد تكرار نفسها، أو الشباب دلوقتي يجد نفسه في ظروف أشبه بالظروف اللي كانت قبل ثورة يناير، بل أسوأ تنكيلا وأشد إجراما وأشد ظلما مما عاشه الشباب والشعب المصري في نهاية حكم الراحل أو الرئيس المخلوع حسني مبارك. بعد ما السيسي استطاع بشرطته وبجيشه والنظام اللي بيحكم به مصر إن هو يكوش على كل المنافذ الإعلامية في مصر، التلفزيون الحكومي تحت ايد السيسي، التلفزيون الخاص تحت ايد شركات. صحيح، لكن ما الذي يمكن ان يضيفه هذا الهاشتاج؟ يعني اطلقت من قبل هاشتاجات كثيره ولقيت ايضا مساحه كبيره من التداول مثل هاشتاج ارحل يا سيسي وغيره، لكن سرعان ما تذبل حده هذه الهاشتاجات وتعود الامور الى ما كانت عليه. ما الذي يمكن ان يكون جديدا هذا المره؟ لأن السوشيال ميديا وحدها الآن هي المنفذ اللي بيستطيع من خلاله الشباب يعبر عن رفضه ويعبر عن آرائه، فالشباب يوم بعد يوم بيطلقوا هاشتاجات أو بيطلقوا حملات تتناسب مع الوضع اللي موجود في مصر، تتناسب مع الحالة السياسية اللي عايشينها. أعتقد ودايما بقول وبكرر إن السوشيال مش هتشيل أو مش هتعمل ثورة أو مش هتهد أو مش هتهدم النظام الانقلابي في مصر، ولكنها تصنع حالة. هذه الحالة اللي عاملاها السوشيال ميديا دلوقتي، مش بس النهاردة، على مدار شهور فاتت بنخرج من هاشتاج ارحل يا سيسي، بنخش في هاشتاج الحكومة الفاشلة، دلوقتي احنا داخلين في ثورة تاني من جديد، كلها حالة ثورية يعيشها الشباب على. هل هي حالة ثورية أستاذ وليد أم حالة من التنفيس ربما تجد مخرج معين ثم تعود الحالة إلى ما كانت عليه؟ شوف، هو احنا ممكن نسميه تنفيذ ثوري لان الشباب مش عارف يعبر عن ما يعيشه وما يدور في خلده الا من خلال هذه المنصات. يعني الشباب لو اتكلم في الجامعه بيتقبض عليه، اتكلم في الشارع بيتقبض عليه، اتكلم في المصلحه او في الشغل او في اي مكان بيتقبض عليه. ما فيش مكان دلوقتي الناس تتكلم فيه غير السوشيال ميديا، ولكن دايما بنقول ان السوشيال ميديا هي مرايه معبره بشيء كبير جدا من الواقعية عن حال الشارع. يعني الشارع دلوقتي في غليان وده بينعكس على الشباب على السوشيال ميديا، الشارع رافض لسياسات عبد الفتاح السيسي وده منعكس على السوشيال ميديا، الشارع بيطمح وإن كانت الظروف غير مهيئة لقيام ثورة من جديد، ولكن الجميع في مصر دلوقتي بيتمنى، الجميع في مصر يطمح، الجميع في مصر ينتظر، الجميع في مصر يعيش على أمل ثورة من جديد. هذا ما تترجمه السوشيال ميديا وما يترجمه الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي عن طريق الهاشتاج اللي انطلق امبارح الظهر والنهارده مستمر معانا ثوره تاني من جديد. طيب البعض هنا استاذ وليد يقول بانه هذه الحاله التي قد يراها البعض يعني حاله من التنفيس، ربما حاله من العيش في عالم موازي لا يستطيع ان يؤثر او يحدث تغييرات حقيقيه، إلا أنها أحيانا ما تصيب هذا النظام بالإزعاج لدرجة أن عبد الفتاح السيسي خرج في إحدى المرات لكي يعلن عن استيائه وانزعاجه من هاشتاج يطالب برحيله. إلى أي مدى بالفعل يمكن لمثل هذه الأدوات أن تحدث إزعاجا وتأثيرا في الأنظمة الحاكمة؟ أعتقد عبد الفتاح السيسي شاف الدرس وتعلم الدرس كويس، تعلم من مبارك اللي في بداية ما بدأ الشباب يثور على السوشيال ميديا قالوا له الشباب على السوشيال ميديا رافض والشباب على السوشيال ميديا مش موافق على الإجراءات الأخيرة، فقال لهم خليهم يتسلوا. عبد الفتاح السيسي شاف بعينه ونظامه شاف بعينه ماذا فعل هؤلاء الشباب مع هذا النظام اللي قال خليهم يتسلوا بدعوات إلى ثورة 25 يناير اقتلعت هذا النظام. عبد الفتاح السيسي دلوقتي يخشى من أي حال ثورية حتى لو كانت بسيطة على منصات التواصل الاجتماعي، عشان كده تلاقي ان برلمان عبد الفتاح السيسي اكثر من 6 أو 7 قوانين بيحاول البرلمان يمررها، قانون للرقابه، قانون للضرائب، قانون لمتابعه السوشيال ميديا، قانون لمراقبه السوشيال ميديا. هم عارفين كويس تاثير هذه السوشيال ميديا وانها وحدها الان القادره على تحريك الشارع، وحدها الان القادره على الحشد والتعبئه ونقل الصوره الصحيحه
في الوقت اللي عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يتحكم في كل الأدوات الإعلامية في مصر. السوشيال ميديا هي الأداة الوحيدة الآن الصادقة التي تعبر عن الجمهور والتي تنقل الحدث بواقعية وبصدق من الشارع المصري عن طريق هؤلاء المصريين وهؤلاء الشباب. نعم. اللي عايشين هذه الحالة. في المقابل كانت هناك في 25 يناير ربما مجموعات على فيسبوك وتويتر وغيرها أيضا تدعو إلى التظاهر والاحتشاد كصفحة كلنا خالد سعيد وغيرها، وكان هناك في على أرض الواقع ما يتم الاستجابة لهذه الدعوات، عندما تتم الدعوة للتظاهر تجد الأثر والمردود لها في الشارع. الآن النظام يحكم قبضته كما تفضلت على الوضع الميداني في الشارع، كيف يمكن أن تنعكس مثل هذه الدعوات على الميدان مرة أخرى في تقديرك؟ نعم، هذا هو الفارق، يعني الفرق الوحيد برأيي ما بين الحالة الثورية اللي بيعيشها الشباب دلوقتي على السوشيال ميديا والحالة الثورية اللي عاشها الشباب في يناير 2011 وما قبله في 2010 هو إن مبارك كان سايب مساحة من الحرية للحركة على الأرض، أما عبد الفتاح السيسي ما فيش أي مساحة، ما فيش أي متنفس. أعتقد هذا الضغط ربما يسرع من هذه الخطوات، ربما يزيد من تفاعل الشباب على السوشيال ميديا، ولكن لا مفر من نزول هذه الدعوات على الأرض. يعني زي كما ذكرت آنفا أن السوشيال ميديا بتعبر عن الواقع، حتى وإن كان هذه القبضة الحريرية مستمرة على الشباب المصري، ولكن في يوم من الأيام وأعتقد أنه هو قريب هيستطيع الشباب يتغلب على هذه القبضة. أشكرك شكرا جزيلا. حصل في استاد كورة زي ما حصل في مترو، هيلاقوا أي متنفس وهيصوروا وهيتكلم. الصحفي المتخصص في الإعلام الجديد أستاذ وليد الهواري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.